يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء عن موضوع مهم وأساسي سوف يرود تلك المعالم التي تحكم العلاقة بين الإعلام والوطن. لكنني ربما أتوقف قليلا عند ما انتهى عنده أخي أستاذ منذر في حديثه عن الصمت، وأذكر مثلا المثل الذي يقول الفم المطبق لا يدخله الذباب. لكن إذا كان هذا المثل يؤكد قيمة الصمت في حياتنا، فإن هناك مثل آخر أيضا يناوش ويقاوم لحظة الصمت، حينما يقول الصمت زينة الجاهل في جمعية العقلاء. إذا بدأت في هذه المداخلة متوقفا مليا عند حكاية بالنسبة لي شكلت وعي ما حينما أتوقف أو حينما أتبصر واقع الإعلام بينه وبين الوطن وبين المجتمع، لا شك أننا ينبغي أن نتوقف مليا عند الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حكاية لعله من المفيد أن نتبصر مضمراتها وأن نحلل وعي الخطاب الساكن الذي يمكن أن يفيدنا في هذه اللحظة. ذات يوم شتائي من سبعينيات القرن الماضي زار الشيخ زايد مبنى التلفزيون، وبعد أن تحدث مع العاملين فيه حديثاً يفيض محبة ويبشر بالحكمة، توقف رحمه الله عند شارة برنامج تلفزيوني يتحدث عن النفط. كانت شارة البرنامج تبدأ بصورة لغاز يحترق، فقال يبدو كأن البرنامج يقول إن الإمارات تبدد ما وهبها الله من نعمة. سارع العاملون عندها إلى الاعتذار وأبدوا استعدادهم لتغيير شارة البرنامج على الفور. فرد عليهم الشيخ زايد رحمه الله بحنو الأب وحزم القائد: لا تغيروا الشارة، بل علينا أن نغير الواقع أولا، فإذا نجحنا في تغيير الواقع فإن الصورة تتغير من تلقاء نفسها. تنطوي هذه الحكاية على مضمرات كثيرة خفية أحيانا فيما يخص وظيفة الإعلام وعلاقته بالوطن. حديث الشيخ زايد رحمه الله يفيد بأن على الإعلام أن يقود الرأي العام ويزوده بالوقائع حتى يتمكن من معرفة ما يدور حوله، ويتمكن من قراءة هذا الواقع قراءة نقدية. لهذا رأى الشيخ زايد رحمه الله أن تغيير الواقع مقدم على تغيير الصورة، إذا ما فهمنا الصورة بأنها الإعلام، بل أكثر من ذلك إنه سابق عليها، كما رأى أن تغيير الصورة دون تغيير الواقع هو لون من التضليل. كانت إشارة الشيخ زايد تؤكد أهمية مصداقية الإعلان. الخبر الكاذب يمكن أن يولد الفتنة ويصنع الفرقة ويقطع الوشائج بين الناس، في حين يصنع الصدق الإعلامي استقرارا مجتمعيا يقضي على الإشاعة والترويج الكاذب للأخبار. من ناحية أخرى، إن كلمة الشيخ زايد تؤكد أهمية وضوح الرؤية في الإعلام. وضوح الرؤية هو البوصلة التي تنقذ الإعلام من الغرق في التفصيلات التي لا حدود لها، وتصنع خريطة طريق واضحة، كما تؤكد ملاحظة الشيخ زايد رحمه الله في هذه الحكاية أن يصدر العاملون في الإعلام عن روح مهنية عالية دون أن يفقدوا دورهم الوطني. الإعلام كما نبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس مهنة فحسب، لكنه رسالة سامية. فمثلما يمكن أن تكون الكلمة
لبنة صالحة في بناء التقدم والحضارة والسلام إذا ما تم وضعها في موضعها الصحيح، فإنها يمكن أن تكون أيضاً معولاً للهدم. يرتكز إذن الإعلام الفاعل على قاعدة ثقافية تؤمن بالتعددية الثقافية وتقف ضد أحادية الرؤية. هذه الأحادية في الواقع التي تشكل ربكة حقيقية في مقاربتنا للإعلام. إنه من الطبيعي على هذا الأساس أن يدافع الإعلام عن قيم الحق وقيم الخير والجمال، يحارب الإرهاب والتطرف والتعصب، ومن الواجب أن يتولى الإعلام الدفاع عن الوطن. ليس ثمة حيادية عندما يتعلق الأمر بالوطن وسيادته، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، عندما دعا الإعلام ليكون عوناً على تخطي هذه المرحلة الحساسة وأن يكون سنداً للشعوب. من المهم جداً أن يكون هذا الإعلام سنداً للشعوب وسنداً للتنمية في مواجهة التحديات، وأن يباشر دوره في نشر قيم التسامح والوئام والسلام. الآن أريد أن أتوقف عند العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع. العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع كما يمكن أن أتخيل يمكن التركيز عليها عبر محاور رئيسية، منها أن المجتمعات تعيش حالة تتسم بالتغير السريع، اكتساب مهارات جديدة في كل يوم. علينا في الإعلام أن نعمل على تجديد مناهج أفكارنا لتتصل بالعصر وقضاياه. ثم أنه يبين التشخيص الجاد للإعلام أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على الموائمة بين التطور الهائل في تكنولوجيا الإعلام وبين القدرة على تقديم محتوى إعلامي معرفي يخلو من الوعي الزائف والمنظور الأحادي ويسهم في بناء مجتمع المعرفة. على هذا الأساس إذن يشكل الفضاء الإعلامي المفتوح تحدياً، لكنه ينطوي على فرص جمة. المنابر الإعلامية الكثيرة تجعل من واجب الإعلام في الإمارات أن يمتلك التقنيات الضرورية لينشر الوعي والانتماء وليعزز أبعاد الهوية الإماراتية القائمة على التسامح وأيضاً على استيعاب قيم العصر. علينا أن نتوقف هنا حينما نتحدث. حينما نتحدث عن الهوية تحديداً علينا أن نتأملها بوصفها ليست ثابتة. الهوية قد تكون هوىً، الهوية قد تكون هاوية لمن يعزل نفسه عن الآخر. إذن الهوية متغيرة، الهوية متبدلة، وعلى هذا الأساس ينبغي على الإعلام أن يتولى من خلال الهوية هذه المتغيرة والمنفتحة أن لا يتوقف أبداً، بل أن يسهم في محاربة الإرهاب والتطرف والقوى الظلامية. هذا يحتاج إلى معرفة متجددة بتكنولوجيا الاتصال وإلى دراية بفكر الجماعات الإرهابية ومخططاتها الخبيثة. الآن أريد أن أتوقف أيضاً عند الإعلام التنموي وكيف يمكن أن أراه. أتوقع إن الإعلام يجب أن تتضافر معه مسألة التنوير ومسألة المعرفة على نحو دقيق جداً. هذا الإعلام ينبغي أن يهدف إلى تهيئة المناخات المناسبة لإنجاح الخطط التنموية وتعزيز قدرات الجمهور في الاستجابة لرؤى الدولة وتوجهاتها. أيضاً إعلام معرفي متعدد الأبعاد يجمع بين الثقافة والاقتصاد
والسياسة والتربوي والصحي من أجل إحداث التغييرات الحقيقية التي المطلوبة في الواقع من أجل السير قدما في هذه التنمية العظيمة. يتخذ الإعلام إذن، الإعلام التنموي، وسائل متعددة لتحقيق الغاية، لجمع يجمع بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية واللقاءات المفتوحة والأقلام القصيرة والملصقات والمعارض والكتيبات. لو توقفت هنا عند استراتيجية إعلامية وطنية، ربما أتصور مجموعة من الأسس بحيث يكون هذا الإعلام واضح ومرن ويحقق المهمات الآتية. أولاً، الدفاع عن منظور الإمارات قيادة ودولة ومجتمعاً. هذا المنظور القائم على التسامح واحترام الآخر، إضافة إلى تعزيز بناء هوية إماراتية والتعريف بأبعادها الثقافية. أيضاً ينبغي على هذا الإعلام أن يبرز التراث الثقافي الإماراتي دون أن يتحيز إلى تراث دون غيره، التعريف به وتخليده في مختلف وسائل الإعلام. من الواجب إذن إبراز الشخصيات الإماراتية، الحديث عن البيئة الإماراتية وفضاءاته المتعددة والمتنوعة. ينبغي إذن كما ذكرت أن يعري هذا الإعلام الجماعات الهدامة التي تهدف إلى تدمير المجتمع ونشر التعصب والغلو. إذا ما أتيت عند ثنائية الإعلام بين ثنائيتين، ثنائية التنوير وثنائية العتمة أو الظلمة، ينبغي أن أشير بأن الإعلام لن ينجح في التصدي للإرهاب إلا إذا جمع بين دورين، هما الدور المعرفي والدور التنويري. إذا تخيلنا هذا الدور، ربما نتخيل دور أيضا مرادف للإسلام نفسه حينما يقدم بوصفه إسلاما سياسيا. ينبغي أيضا تشييد من خلال الإعلام إسلاما ثقافيا تنويريا يقاوم هذا الإسلام السياسي المتكلس والمدمر في الواقع للطاقات، والمدمر للمنظور، والمدمر لأيضا يعني التحديات الذي يمكن من خلالها تجاوز كافة المنغصات التي قد يطرحها الإسلام في سياقه، أو الإسلام السياسي في سياق ما يستعمله بعض المنظمات الإرهابية والجماعات الإخوانية، خاصة حينما نأتي في سياق الإشاعات والأكاذيب والافتراءات. علينا أن نميز بين افتراءات فردية، واليوم نحن نشهد أكاذيب وافتراءات ممأسسة تقوم على شبكة متعاظمة من تزييف الواقع وتزييف وعي الإنسان. إذن لهذا كله، إن مهمة الإعلام الوطني شاقة ومركبة، وفي الوقت نفسه تدفع إلى الفخر والاعتزاز. إنها تتصدى بذلك لبناء الشخصية الوطنية وتحصين العقل، ومن ثم بناء المجتمع وتطويره وازدهاره. وانطلاقا من ذلك، يتحمل الإعلام جانبا من المسؤولية من خلال ترسيخ إيمان المواطن بوحدة بلاده ومعاني التلاحم الوطني لديه، وتعميق ثقافة المواطن المعاصر وتطوير معارفه للتاريخ الاجتماعي لوطنه، وتمكينه من الوقوف على جوهر التطرف ومناهضته والتوجه باتجاه الفكر التنويري. حين ينجز الإعلام تلك المهمة الوطنية، يكون قد ساهم في الواقع بفعالية ونوعية كبيرة مؤثرة في بناء الشخصية الوطنية. ومن أجل أن يكون الإعلام الوطني فاعلا في تنفيذ مهامه الوطنية هذه ومؤثرا في الرأي العام، وأيضا حينما يكون الإعلام صادقا للصورة وصادقا أيضا للواقع،
كما أشار في البداية أو كما أشارت في البداية حكاية الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. إذن ينبغي على هذا الإعلام أن يتمتع بالاحترافية المهنية والاستثمار الواعي والطموح في الإعلام والتخطيط الاستراتيجي. أشكر لكم حسن الاستماع، شكرا جزيلا.